السعودي يزيد الراجح يحرج شاباً قدم له هدية خيالية، صراخ أمام المئات وما حصل في النهاية مخجل. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل الأعمال وسائق الراليات السعودي يزيد الراجح يحرج شاباً قدم له هدية. وفي التفاصيل، فقد ظهر يزيد وهو يتناقش مع شاب بصوت مرتفع بعدما قدم له لوحة سيارة مميزة، ليرد عليه يزيد قائلا: مقبولة، بس أريد أطلب منك تبقى عندك. وحاول الشاب إقناعه قائلا: النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. ليرد عليه رجل الأعمال بالقول: أنا قبلتها، بس أحفظها لي عندك، هي حقي وأمانة، لا تبيعها ولا تفرط فيها. واختتم الحديث بالقول: شكرا وبيض الله وجهك. اسمع، خلني اقول لك، مقبوله وموفوره وطالبك طلب، طالبه احنا عندك. اسمع، الهديه رمزيه، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، صل على سلم، والله انها مقبوله وموفوره. اسمع اسمع. وأحرز السائق السعودي يزيد الراجح قبل أيام فوزاً ساحقاً في رالي القصيم تويوتا 2024، حيث عزز السعودي تقدمه في بطولة السعودية تويوتا للراليات، كما اختبر أيضاً إعدادات جديدة على سيارته من أجل خوض رالي داكار 2025. وتسببت الرياح القوية وأمطار الخير الغزيرة بتأخيرات في مرحلة السبت، لكن هذا لم يمنع يزيد من تسجيل أسرع الأزمان في المرحلة الخاصة الثانية السبت، التي بلغ طولها 120 كيلومتراً واجتازت مقاطع صحراوية حول بريدة صباح السبت. أنهى يزيد الرالي أولاً في الترتيب العام بفارق 6.03 دقائق عن أقرب مطارديه في فئة ألتيميت لسيارات الرالي النموذجية المطورة تي بلس 1، ألا وهي زميلته ومواطنته دانيا عقيل وملاحها الفرنسي ستيفان دوبلي، واحتل السائق التشيكي وملاحه السلوفاكي المركز الثالث في سيارة فورد F-150 أوف رود سبورت. يا سعد، من حنا عنده؟ هلا والله، مرحبا عند الشيخ يزيد ابو محمد. هلا والله. وشارك رجل الاعمال السعودي يزيد الراجحي شقيق عبير الراجحي متابعيه عبر حسابه في سناب شات لمحات من حفل زفاف شقيقته الاسطوري، مستعرضا ديكورات الحفل الكلاسيكي وبوفيهات الطعام المليئه بألذ الاطباق والاعداد الكبيره للمضيفات المسؤولات عن تقديم المشروبات للضيوف. وفي إحدى اللقطات تظهر طاولة طويلة للغاية مزينة بباقات الورود الملونة والشموع المضاءة والكؤوس الزجاجية البراقة، ما أضفى أجواء ساحرة للمناسبة السارة. يشار إلى أن الورود وكميات الطعام الهائلة جرى التبرع بها للجمعيات الخيرية، إذ أشرفت جمعية إطعام على توزيع المأكولات وتكفلت جمعية أخرى بتوزيع الورود. السلام عليكم. هلا والله عبد الله، شو اخبارك؟ تابعوا كل الاخبار الفنيه من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم اخبار الفنانين.